يا كليلها نبدا بيا خير بطر الله مرك لسك صوبه بعسكي يا كليلها نبدا بيا خير بسم الله وافر مرشد قرانك يا بسم الله وافر مرشد قرانك يا خير كفرين وربر إيمان ورغم التمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وحان كجرني وحاويا حلقاتك بس سلسلة دي كصحاب سنيد إيمانك بعقيدة قفك مسلمك waxa ugu dambeeyay ee ka hadalay xalqadii tan ka horeysay waxay ahayd arinta labaad ee asalka koobaad oo ah al-iimaanu billaah arinta labaad ee uu koobsanayo ah tawxiidka rububiyada markaas iyo Alla inuu Rabbi yahay rabbinimada la kaliya yahay waan soo hadalay markaas in maaragtay macnaha Rabbi ay leedahay luqahaan iyo shariicahaan الدلذي مركز يعقل جا صدا أوتيل ماما يا مركز إلهي سبحانه وتعالى ربي نمدي سانكسو هذا اللي نوحن لكن إسوي الدين له يضع صدا وعده هاي أو عقل جا أو عقل جوبا أو جران كرام مركز إلهي ربي نمدي سا مجرتا عدي دي مركز أو إلهي ربي نمدي سدي دي أم بعد كلا لو ذا جيسي وحويان صدا أصل كأ توحيد كالايرا توحيد ربوبية أم با توحيد كالايرا مركا إلهي كوكيلييليد لغو كيلييلو أفعاشيسا أم با وحا أو سمييو وحا ويان بلا آذن كو انتا بدن مديدان شركي إيو لودا جن عدك للودا جينا مدعضو سيدا قالب كأ لكن مع ذلك والله أركي عد مركاس fitradoodu xumaatay aqligooga markaas ka hor yimid oo diiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala muqaalada amba tusaylayaalka tilmaamaya qoladayna amba qaybaha u kala qaybsamaan waa markaas waxa waa jira quraanka ba inooga hadlo waxa jira qaar diiday Ilaahay jiritaankiisa ba markaas yaani iska dhaaf inuu rabbi ahaade jiritaankiisa ba diiday ayaa jira markaas oo ay kamid yihiin kuwa mulhidiinta leeyda markaas amba la diiniinta leeyda markaas kuwaas oo jiritaanka amba jiritaanka makhluuqaadku ay jiraan u tiirinaaya amba u celinaaya markaas dabiicada markaas dabiicada u celinaya dabiicadu waa maxay waa unkan yaani jiritaanka marka isagu unba isku ka celcelinaa waxa ku dhayn markaas yaani عن طريق سيدة أي فلسفة دي مركز يعني شيوعية أي كل سنيد أو أه مركز عن طريق مركز وحو كو إيمانا يا شيء كو أبور ما شيء قيان أو وح إنجكسن لكل ماي محايا هيدا قرار معان كبيرة وح كالو صدحات با كردشا ساهم با مركز يعني الدبيعة دا أم با اسكو تك تك تقو وح سميسا مركز وعجيب ويا المركز يقول نمان كاس مركز طبعا ملاحيدة داس مركز قاران كو عصرقان جيري او مركز فلسفتي كارل ماركس ام بالينين اي مركز اي 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 مركز ودي جيرين مركز هدا اسكدنتي ان وحا مركز اي يراهين او هل هيس او اهابا لا اله والحياه ماده اله جرا مجرو نولشنا وا ماده داس ان اركاينا مركز طبيعه داس ان اركاينا مركز والدين افيون الشعوب دينتن اي مركز يعني وحيالكن ددكو اي هيستانا وا واحد ددكا مركز يعني سخرامين آية أمبا مركز يعني صوح يعني تخدير كوري دا آية مركز يعني وجه دا مركز يعني وحدتك قل دا يويا مركز وحدتك قل دا يويا مركز ولغو قل دا يويا وحصح أماها مركز ساس أي رميزان مركز وحي كليهن تقلب الليل والنهار هبينك إيا دارات اسكي قدي قوغا أمبا وحكدشان هاي وكوي كوي هرب لها وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وحجر أو إله جرى مجرى نولشان الدنيا أمبا مركا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر زمن كان الدلاء مركز ومركز يعني اسكا سوكرتي وكذبنا حيا هيدي أسباب باتميد مركز يعني نفتا دقويسة إمبا قبو أمبا محيا هيدي وحكالة كذبنا وحكا هالكاسات
الدنيا ده كجت تكتا ده بدت نعيد بعد نقل مركز واحد جرا مجرى مركز طبيعي عادا إيوه واحد على أركايو واحد نافسن مجران أي مركز يلهي المركز كواس إلهي وحده وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وما لهم لوحه مركز حقيقة أي أركيان أو برهان يدليل يحجؤها يستاني مجرته وما لا أي إلهي سبحانه وتعالى ما لنا حق وحبك ما ترى مركز وحمان سكجم مال ملاينا والله ساود عكر ساود عكر تا وحس وح حقيقة أو قف مركز عقله أو كم مركز مال مرو ما ها مركز وحاك لو كم إذا مركز دتك كوي عدي مركز توحيد كاس ماركتي أو كقل دمي وحاك كم إذا قار خصائصه وحيالك إلهي أجارة كونه ربي أم بأهانشه ربي أهذا أو كل شيء إني عدك للو ذا جان أو عدك لله سيان مركز سيدا مركز قار كودو ديدا مركز إن إلهي سبحانه وتعالى أوليه أود وسعيلين تصنع لين تمركز سيدا قال هذا مركز أولنا أي مرحبنا نقول عيد يلا فو مركز هل كلا نجس سعيلين مركز وحيد ديدين إلهي قدرتي سيد ديدين مركز قدرتي سي أودي سي أوسكو كم إلهي وحوري إن الله على كل شيء قدير وحكس إلهي وأودا أودي سي وح كهر إيمان كرو جوجين كرا أم بحدين كرا مجرتو مركز يقو حير مي وحوين هدان مرد من وحنا سرعين كرا مجر مركز ويديدين مركز خصائص إلهي رب النمدي سي إلهي هاي أي كواسي مركز أي ديدين قار كود أو وحجر مركز أتيريا النفع والضر أتيريا منفعة أم بأنفعدة يدبتها أتيري إلهي قيرك مركز أو يلاها عد وحدبتها جرتها أو كالي أم بمحيه عد وحنفعدها جرتها مركز يلاها مركز طبعا ضرك إيا النفع مركز كهر لينو إيا لمودين مركز يعني وح سبب لي أو أدو قف مركز عدو كهر جوغو كردبي كراي أو أركيسين سبب نقن كراي مركز لكن غور مو سبب نقن يا ومركو إلهي دونوي مركز غور مو نقن كرا سبب وامركو إلهي دونا مركز غور مو قف كوح أنفع كوسين كرا وكوتر كرا أو واحد مركا أبها أنت كوسين مركا الله دونا وين مركز وإن مركز سبع دوني تانك إلهي إيرادات هتهر مرسين مركز وحوي يعني وح مركز شركة أو كل نقطة عد لما تي أو كلام مركز عد لما تي مركز تلاديد وحبي إتره يسا مركز أنبا وحبي أنفعي كرتا مركز هدي أتلاديد وحوين وملها هالست مركز لكن وحى سبب لا لا أركايا سبب تهدو إلى هاي دون إنه سبب وحون نقطة ونقطة يا مركز وح كلو كم بذا مركز إن أو قفك اعتقاديو عد إلهي لو ذاك ستا تصرفك أنبا وديتانك كونك سيدا محايا هيداي جريسين أنبا دليد أنبا نولين أنبا مركز يعني شرعلين أنبا دبكينيد وحاسو دان وحاويان وحاويان خصيصة من هذه الخصائص هديقوف في إلهي غير كيسيو وحاويان توحيد كاس وحاليسوين توحيد كيساسي وحاليسوين مركز ولا ليال هدي أن كجبحنا مركز توحيد الربوبية هذا نالك كجبحنا وحنود جد بينا أرنت صدحات أو ما عرفتي إيمان بالله وقابسنا يا توحيد الألوهية توحيد الألوهية ومحاتهاي توحيد الألوهية وحوين ولا ليال هدي تعريف كوبا سدي كي هراء أنشيغنو وإلهي أو لغوك أو قفكو كوكالي يالو فعل كيسا فعل وحوين أمبا فعل كأضومها لغوكالي يالو إلهي أو لغوكالي يالو فعل كأضومها كي هراء واحد إلهي أو فعل كيسا لغوكالي يالو يعني فلتان كيسا أبو رد وحبو أبو ري إنا تلادد إلهي كليبو ليهي كان وحوين الضومه إلهي مركا عابدين أي سمينين صلاة زكو حج أي عبادة إلهي سبحانه وتعالى لقاريه مركو الضومك سمين إنو كوكليه له وابا انتابا مركاس إلهي عابده قفه أو إنو كوكليه لعبادة ده وحويا مركاس علماء الحيدان إنو قفه قرو أو رميه إنو إلهي سبحانه وتعالى إله كليه عبادة ده مطي عبادة إلا عابدة أحق له
تاس إنه مركز قرو كدبنا أوصية إلهي سبحانه وتعالى عبادة أو أبا راحترو أو نعيد للسين عيد لوداجي المركز واتوكنيسا إلهي كلي جيبا دوتوكنيسا ومحايا هيدي حجيسا حجك إلهي كلي وحكالو هدفو كوردير مجر مركز ومحايا هيدي قورع عيسى إلهي مقع عيسى تكون قورع عيسى سبحانه وتعالى وندر عيسى إلهي سبحانه وتعالى أي درك درتي وندر عيسى مركز وحوي توحيد الألوهية وتوحيد كمركز أضامه فعل كوغا إن إلهي كوكيلي يلان أهوان وحتى التوحيد كاس علماء وحتى المامين أو يراهن وهل كمشكلة أي كتاقن تاي أو ضدك بلي آذن كبضي أي كخل دمان توحيد كاس بالهدان إغنو أهمية أولية هي يأدلة كسا أرورتي وحويان قرآن كمركو توحيد كإلهي كهر لاي بضي أي ساق أي لف دبروه محول لف دبرو قوية هي لأن قلت كساق بضي أي كدعا حقا مركز يعني التوحيد ربوبية مركز لا إلهه وحوي حكو سهبسين وح أضامه بضي أين الشيقين كارين مركز إنما أران كرت صمدان أنا أبو ري أم بهيب الباء أبو ري مركز وحيال واوين أود قفك بالآذنك كبحسن يقفك بالآذنك أركيا لكن قفك مركي أو مركز يعني وح إسا كو سهبسنا فعل كيسي كو سهبسنا قلت باب بضي أدعى مركز قلت أي أدعى مركز لكن waxaa laga rabaa qofka waliba ugu khatarsan waxaa laga rabaa wax kasto oo ilaahay ku shariicada ku tilmaantay cibaade alla leeyahay in isaga loo barxtiro cid la wadaajin cid la siin wax kale lagu yaani lagu barxin arintaas markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala toos ayu ino amro ilaahay wuxuu wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayn ihsana wa qadda rabbuka alla ta'budu إلا إياه الله وحو أمري أو حكميي أو قويي إنا ند عابدين إساقا ما هنا عدك لي تاسوا أمر الله حكمي أو بحيي ويان مركاس يا أيها الناس اعبدوا ربكم وارددوا ربكين عابدا عابدا ربكين الذي خلقكم الله إن أبورتي عابدا محانا دو عابدين إساقا بإن أبورتي والذين من قبلكم لعلكم تتقون وحوين ولا ليال بل وحوين توحيد كاسي توحيد ربوبية نصوص شريعة الصداع النوت الماميسو وأجددي الله كلها أبورتان كان بالآذن كمركز إيو جنك مخلوقات إلا وحو أبوربي مركز إني قارهان لبدا مكلف إني عابدان وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون إنا يعبدان بانو أمري مر يانو أبوري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وحنو أبوري كلي إنا يعبدان بل وحويا توحيد كاسي وحو تلماما نبي كستو الله صادره رسالة ديس مفتاحين وها مركز ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي إلهي سبحانه وتعالى أمت كستو وحنو صادرني رسول أيان صادرنا رسول كان محولها أن يعبد الله ورأل عبده واجتنب الضاقوت ضاقوت كان كده إرادة ضاقوت كوا محي وحكست أو إلهي كصهر أو لعبد مركز عبادة النوع عيدون هالنقطة مركز وحكست أو جد كقف ككلمة جن ها هذا شيادين هالنقطة مركز وحكست أو لعبد دجا هالنقطة جيد هالنقطة ملائك هالنقطة جن هالنقطة وحلقوت المامة يا مركز يعني جبت بالقوت المامة مركز طبعا ملقو مركز يعني مقل دمين لكن أو ملقو مركز يعني بالنبي هذا هذيل عبده دم بيو خملا لكن وحويا قف كان أي كله مركز عبد مركز قف كان عبد أي كله مركز وحوين جبتي يدا وحكا سؤو جدك كالليحية وشيدانو هرريو أي يداقود اللي يرى مركز مركا إلهي وحوري وجتنبو الداقود داقود كالده يرى مركز إلهي سبحانه وتعالى توحيد كاس نوع عاس توحيد ألوهية إن بضنب النوغة ورمي قرآن كا هاد إيا جيرنا وحو أها أضب دحاد إيا مركز لفنبر أها loolankii iyo siraaci ka dhici jiray anbiyaada iyo ummadaha ka dhici jiray oo maxaa yeelay waxay anbiyaadu u iman jireen ummada markaas ilaahay qeyrki caabudaya ummada ilaahay u shirki sameynaya ummada ilaahay cibaadadkii uu gaarka u lahaa cid kala siinaya markaas ay oranay war waxa ka tago
إلهي مركز يعني كلي عابدة. اعبدوا الله ما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نبي كسبوا إيمانا قلدي سوحو كلها وارتلقوا إلهي عابدة إله كلام ملي هدينا إله كلام لا عابدو ملي هدينا إلهي عابدة أي مركز يعني نبي كسا يا رسول كسيبي أو لها مركز على الديداي ضوض باكدا عيسي مايا قرججججع مايا حقا كون وا إلهي كون إلهي بين مركز وصيد نور دوينة يعني أو مركز يعني نجارسين يعني أنا قد ذاتهم عابدين درتوا يعني وح كلا أم عابدين إن إلهي بين نجارسين يا مركز وآلهي يريرو إلهي نجارسين إلهي وين يقال نوغدو يعني الضوضة مركز كلا ددوان أي أمضوه أنبيادا كلاهور إيمانا يان مركز نبي كستو الله صدر يا رسوشي الله صدر هاد إيجار ضوضة مركز كده حدع دا وحي كسالة سنايد توحيد كان توحيدو الألوهية اللي راح أيه كسهل توحيد كهورا سواء رجنا قريش مركي ليري وريا إن أبوري الله بلاين وريا إن أرسوقا الله وريا إن دلو إن نولاي الله بلاين مركز ورد إله مد عابدين مايا وحنو عابدين وحوين كون مركز يعني هبل إيو محيان عابدين إلهم بين سلان ويهين مركز سلان نجارسية يقع نوغدو وبالآذن كم مركز أو قلدمو وحاوين وعجيب وين سيد الله قد دار دعيا وح وسيأذك مركز قوم النوح نبي الله النوح قلدي الله صدري وحي أهاين قلد أجوه الرئيسة كدعا قلد توحيد كدعا مركز انحراف كأنبا يعني وعشادة أنبا قلو عشادة بشريدو أي قلو عطي أي حقق قلو عطي قلدي أجوه الرئيسة أهاين وين نبي الله النوح والرسول كي أجوه رئي الله صدره marka qoladiisi markii loo soo diray ee uu deeyay yeedo wa nabigi ugu markaas yani muddada dheeraa sidoo quraanku inooga waramay waxa weeyaan maxay kulahayn dardaarankoogi muxuu ahaa marka qoladiisa waqalu la tadharunna alihatakum waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra saasay kulan war ilaahiyadina haseegina ورهبل يهبل يهبل إلهي دي مركز وحال إيران مجا أم رج مركز صالحين ووناكسن بهين أو يقول الجعل يهاي وعبادة الله جد ضير دنتي كديمنا مددر مركز كسورك تقوم بالعبدون للمودي قلوين كده بقى مودين بل إن إلهي أهين كي بالله مجا عدودي بالله ما أنت مركز إلهي دين إلهبل إله إلهي ها كتج إلهي دين هكتجن جارهان إلهبل إلهبل سيدا مركا ودي سواعي يقوثي يعوقي نصري هكتجن أي إلهي مركز نكن محيه ده وحن إن نقول إله كل هلا عبده صح ماها أي إلهي مركز وعجيب وين قريش نوا نجي أركينو قرآن كا سيدا النجوى والربي إلهي واكل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أي إلهي مركز وحي مركز نمنكي كفارتي قريش وحي إلهين وليابين إنو إي من مدقة ومحمدة أو مركز كويرا إلهي كليقي عابدة إلهي إن أبورتي كليقي عابدة وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أي إلهي مركز ومت سحر لوا فلاء أو بينا لا بيران مركز بنتي صحيح دافتهي كذاب يعني سيقة المبالغة وبينا لا بين أنا كذنبين أجعل الآلهة إلها واحدا والموح كي الإله يدير دنا أي إله كلي كصور يابي وحص وحصور تقل ما إن هذا لشيء عجاب ووحل لياب أي لي وروا عجيب يقع وحل لياب أه مركز سيدات كتل ما من نبي ووحل لياب أي لين وإلهكو أبورتي إيساقو كله سيو كدلاي كنولينا عابد عابد بوكري أي إليه مركز وحل الله يابو ويان إياق أي وحل صدح دبقل إيه لحدن كإله كان كعبدي أمبا محي بيتي إلهي كو مركز هريري كو قدامي أو آلي هكلا وواوين نما يلا هكلا صور ديختي كواس أي أكوا مركز الله يابو لكن وحي إليهن ووحل الله يابو محمد أي إليه مركز أجعل الآلهة إلها واحدة وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم حيلين صعدة كتجا نكن هكذا جيسننا وح كصبر إله يدينا مركا عبادة كصبر يان لي نقل لي حين مركز مركز وحويان توحيد كاس توحيد الألوهية
وتوحيدك وقو خطرسن ولا ليال قفك وحويان عبادك استقو سميني وانا أركي دونا معناها عبادة إليه داهي مفهوم كيغا درسي خلاو حلقة صوص عطا ايانكو أركي دونا وحويان وحوين وحكا سو عبادة لغوت المامو إلهي هداد أبدا احترويدو وحطاهي مشرك بعد يددك مشركين تاتك ميدنا قونيسا مركا إس إلالي إلهي وحولي وحا عبادة أن لاهي عدل إلى مسهين كرا مركاس عدل إلى مسهين كرا مركاس والوحوين بلي آذن كمركان إيقنا مانتا بلي آذن كمركان ولله المثل الأعلى وحوين هدي أوقفكو ليهي نانيس منصب أو منصب أو هايو هو مجع كوي شيء تيتر أم بمركز يعني لقب كوي شيء هدي عد للاسيو أن لهين أو لجوكتو أم بشغالي سكملا بلايا دعي سمركز بلايا أي دعي سمركز ديريكتيري وزيري هدي ليرا مركز يعني عد كلا مركز أم ببقر أم بمدحوينا ليرا مركز مدحوينا كلا جرا أم ببقر باجرا أم بوزير كلا وزير كلا يا مركز وزارة دك أو مشكلة دعس سأوجد وحوين محاط أملاين إلهي بالآذن كأبورتي أو لسي إلهية كلا الله سمي سمركز وأرن هاليسا ولا ليال أرن هاليسا أو خطرة أو وحوين قفك مركع عذاب أو كم مدنايو ويانو سين أركي دونو نوغو إيمان دوتا نوغو إيمان دونتانا مركع خطر نمضا شركيغا iye inuu ilaahay dhaafin qofkii ku dhinta noogu iman doonta waxa uu arin halis markaasi waxa weeyaan qofku ha kala garto maxa cibaado uu ilaahay leeyahay maxaan dadka bil aadanka asiin kara muxuu ilaahay u gaarle ilaahay u gaara markaas han noqoto tawxiidu xaqi markaa rabbinimada iyo xaqi ilaahnimada ba markaas ilaahay maxa u gaara markaas war aqeedada saxda ee qofka ku janna galayay waa aqeeda markaas tafaqatiiran oo qofku garanayo markaas oo qofku garanayo markaas maaha markaas yacni qofku inuu wax kasta iska laaqdo oo kadibna yiraahaan wallahi muslim baahna mu'min baahna hay markaas arintaasii waxa weeyaan insha Allah kulli duruusteenan markaas aan ba silsiladani waxay hadafkeegu tahay oo tilmaamaysa qofku inuu garto aqeedada uu ku badbaadayi mahtay weeyaan markaas inuu garto جزاكم الله خير حلقتنا انتاس ايان كسو كوبايا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مارك الله يسكسو أبعو بعسكي يلقنا ليلها نبادي